السلام عليكم طلاب، راح نشرح الإنشاء صفحة 11. مال صفحة 11 هنا مطينا باراجراف قطعة، أول شي طالب من يمنا العنوان. أول شي ما راح نقرأ الباراجراف ونخلص، راح نختار العنوان. مطينا هنا 3 عناوين: Working in Laboratory، العمل في المختبر، Getting my first job، الحصول على وظيفتي، what my first job to me، ما علمتني وظيفتي الأولى. فراح نقرأ هذا الباراجراف وبعدين راح نعرف شنو العنوان الأصح لهذا الباراجراف. Learning responsibility. My first job was a sales clerk in a small clothing shop. It wasn't difficult job. And it wasn't really really a very interesting job. My best friends had a more exciting job. Every weekend I had to open the store at 10 a.m. I couldn't be late. Now on weekends I like to sleep late. I haven't customers find clothes. Customers معناتهم عملاء. And I kept the stores neat and clean. My present house was very clean too. I visit the cash registers and I handle a credit card at so I had to be very careful. This thanks all to me. Responsibility. Now I work in a research laboratory. I don't work with clothing anymore, but I still with the imprinted practical I learned in my first job. طبعا الأصح لهذا الباراجراف هو العنوان سي. What my first job to me. ماذا تعلمت من وظيفتي الأولى؟ يعني أول شيء هو دا يشرح على وظيفته الأولى، وبالأخير قال هذا اللي تعلمته من وظيفتي الأولى، ومبينه إنه شلون كان من يشتغل بمحل ملابس، هو حاليا يشتغل بمختبر، بس هو بالأول شغل ليش كان يشتغل بمحل ملابس. طبعا هنا حنيجي على الأسئلة. هنا هذه الأسئلة مطلناها نشوفها كونكت بهذا الباراجراف، لو اني كونكت مرتبطة بهذا الباراجراف لو ما مرتبطة. تمام، نجي على اي. I answer the iPhone and open the email. طبعا هو يشتغل بمحل ملابس، فشي عادي انه يجاوب على التليفون ويفتح الايميلات، لانه باكيد توصيل محل الملابس. B. On weekdays I did my homework for school. في أيام الأسبوع أدي واجباتي المدرسية في المنزل. On connect غير مرتبطة بهذا الباراجراف، يعني هو أصلاً من جاي يحكي عن المدرسة ولا أي شيء. I once work a different piece too. عملت في أول وظيفة لي يعني في مرة من المرات أنا اشتغلت في توصيل البيتزا. فطبعاً أكيد أني connect غير مرتبطة، لأن هو أصلاً ما حكي على التوصيل ولا حكي على العمل وش نشتغل بهيك شغلة، ما حكي على هيك موضوع. نيجي على دي. I learned how to do and order now clothing. طبعا تعلمت شلون اختار الملابس، انه احنا تعلمت شلون اختار الملابس. هاي كونكت مرتبطة بالباراجراف. Personally and professionally was an important part of the job. خلع الملابس بطريقة وظيفية مهنية شيء جزء مهم في العمل أو في الوظيفة. هاي connect مرتبطة بالباراجراف أكيد. ندي على F. A lab assistant is a good job for me. مساعد مختبر طبعا معنات لاب اسيستنت. طبعا هاي اني كونكت، هو ما حكي عن مساعد مختبر، حكي على اللابتوري المختبر. In the future I would like to take some business trips. هاي اني كونكت اخير واحده.